ايه بقى حكايه انه الكابتن ابراهيم نور الدين بعد مباراه الاهلي والزمالك هيعلن اعتزاله التحكيم؟ والله يا خليل، انت عارف انت صديقك عزيز، انت غالي دايما. انا يعني انا كنت ناوي فعلا ان انا ممكن كفايه كده، بس ناس، في بعض الناس استفزتني وقللت من وجودي في المباراه لان انا استحقها، مستواي الفني يستحق ان انا ابقى موجود في ماتش الاهلي والزمالك، ودخلها في حته ان انا واخدها مجامله عشان اعتزل، يعني بيكرموني. فلا يعني استفزني، فقلت لهم مش معتزل، انا ممكن اعتزل، تلاقيني اعتزلت في ماتش الجيش مثلا والاهلي، الجيش والزمالك، الاتحاد، اي ماتش يعني، فاهمني؟ ماتش عادي خلاص انا بطل، لكن ان انت تحسسني ان انا موجود في مباراه، المباراه ديت انا لا استحقها، وان الساده المسؤولين حطوني فيها تكريما لتاريخي، ده حاجه تضايق، ده حاجه تضايق. ده اكتر تصريح استفزني. واللي قال لك بقى ده تعاقد مع قناه النادي الاهلي، والتاني يروح راضي يقول لك ده تعاقد مع قناه النادي الزمالك، والتالت يقول لك اصل ابراهيم. طب ليه يا جماعه كده؟ ليه؟ ليه احنا منظومه واحده واحنا مصريين كلنا، والمفروض كلنا نكبر ببعض؟ مش نطلع اخبار مضروبه عشان خاطر ابراهيم نور الدين اسمه بقى الترند النهارده، انا لازم اكتب عنه عشان اسمي يقترن باسمه عشان خاطره، واقطع فيه عشان يقول لك انت نجم يا كابتن عادي يعني. ليه؟ ايه؟ انت نجم عادي يعني. كابتن طارق السيد بيقول لك انت كده كده نجم يا كابتن ابراهيم. لا يا كابتن طارق، انت اللي نجم النجوم. كابتن طارق كلسان طيب طبعا، معلش انا طيب. طيب. والكابتن حسن مصطفى كمان معانا. كابتن حسن ازيك يا كابتن؟ الدينامو بتاع، انا اعتذرت لك على الهواء يا كابتن ابراهيم. كابتن طارق بالمناسبه لسه معتذر لك على الهواء دلوقتي، قبل ما تخش اعتذرت لك على الهواء عشان هو كان بيقول الكوره، ظلمتك في الكوره البينالتي، البينالتي، وبعد كده لما شافها دلوقتي قال لا هي مش بينالتي زي ما الكابتن ابراهيم احتسبها. حتى يعني انت ما يعني انت مش مطلوب منك ان انت تعتذر يا كابتن طارق، انت راجل محترم وبتقول رايك الفني بمنتهى الاحترام واحنا بنتقبله، احنا بنزعل من اللي بينتقد. انت الراجل تطلع تقول بينالتي حتى لو انت شايفها قرار مخالف في اي لعبه، انت ليك حريه الراي واحنا نحترمه ونقدره، انت لعيب كوره كبير ونجم منتخب مصر انت وكابتن حسن. مش بعيد عن الكوره، الكوره مش كيمياء. احنا بنزعل على الناس المغرضه اللي بتحلل بتبقى من جواها عايزين يبوظوا الفرح. انت لما حضرتك تطلع تقول في لعبه، في لعبتين، طب ما انت ياما وانت بتلعب ضيعت انفرادات وكور سهله، وياما كان في ميس باص انت وكابتن حسن، ياما ضيعت بلينات، ياما ما بتكونش المحور. لا انا مش قصدي، انا قصدي ان كل المنظومه فيها اخطاء. طبعا اكيد طبعا، خلاص مفيش حد كامل يعني. انت بتغلط وانت لعيب، الحكم بيغلط، فلما الحكم يغلط ما تسيبش الدنيا كلها وال90 دقيقه اللي اتلعبوا وال10 دقايق وال15 دقيقه اللي اتلعبوا وقت اضافي بين الشوطين، ال100 دقيقه دول يتلخصوا في لعبه في ثانيه. خلاص بقى في فار، احنا مش عايزين نيجي نشوف الحكم اجنبي تاني، بقى في فار. الفار ده بيحل 99% من المشاكل، خلاص الخطا بقى 1%، والخطا وارد. في اخطاء وارده، ما بقاش في اخطاء متعمده دلوقتي، ولا التحكيم زي زمان يقول لك زاويه رؤية وما شافش. لا، اللي ما بتشوفوش انت التلفزيونات بتشوفه، اللي الناس بتشوفه الحكم بقى بيشوفه خلاص. فانت اغلى عندي من اعتذارك ده طبعا. بالمناسبه ربنا يخليك، بالمناسبه كابتن ابراهيم انت كده مكمل معايا لنهايه الموسم، ولا فجاه كده هنلاقيك انت قررت تعتزل التحكيم نهائيا؟ لا هو كمل خلاص. والله كريم انا لسه لغايه دلوقتي والله العظيم ما قررتش حاجه. انا بالك الكابتن ابراهيم يا كابتن ابراهيم، قول كابتن طارق، احنا منتظرينك في حاجه كبيره ان شاء الله. كابتن ربنا يكرمك. طب كابتن ابراهيم، انا افهم من كده ان موضوع اللي اثير فيما يخص الاعلام ده، انا فاكر اخر لقاء بيننا كان هنا في رقم 10، قلت لي لسه ما خدتش قرار ما بعد الاعتزال هعمل ايه. هل استقريت دلوقتي على فكره انك تشتغل في الاعلام، ولا لسه برضه ما خدتش القرار؟ والله برضه لو ربنا مقدر انا لسه برضه ما خدتش قرار. طبعا في عروض يعني، في عروض. يعني موضوع قناه الاهلي والزمالك والعربيه والقرار، كل ده حقيقي؟ لا 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 مش هقول قنوات، بس في قناه كبيره، قناه عربيه كبيره طلبتني في يناير في كاس الامم. يمكن انا قلت للكابتن طارق كنا موجودين في احتفال، هيبقى وزير قريب. لا 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 الله، لا لا